شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في صنعاء. وأكدت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت عدة مواقع للميليشيات في مديرية سنحان. وأضافت المصادر أنه سمع دوي انفجارات عقب استهداف أهداف حوثية في منطقة عصر وسط تحليق لطيران التحالف في سماء صنعاء. حققت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا جديدا في المعارك التي تشنها ضد مسلحي ميليشيات الحوثي شرقي صنعاء. وأعلن مصدر عسكري سيطرة قوات الجيش الوطني على آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم شرق صنعاء. وذكر المصدر أن المناطق التي تم السيطرة عليها شملت أيضا جبل الغنيمي، مشيرا إلى أن القوات تواصل التقدم باتجاه منطقة الكحل وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي. قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية حي المنظر السكني التابع لمديرية الحوك جنوب الحديدة، حيث قصفت الميليشيات منازل المواطنين بقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة، مخلفة دمارا وخرابا كبيرين بممتلكات المواطنين ومساكنهم. وتشردت على إثر ذلك عدد من الأسر إلى العراء، وآخرين اضطروا للنزوح بعيدا عن قذائف الميليشيات الحوثية. ويأتي القصف العشوائي الأخير للميليشيات على منازل المواطنين عقب أيام من قيامها بقصف نفس الحي السكني بعشرات القذائف المدفعية وبشكل عشوائي. استهدفت ميليشيات الحوثية الموالية لإيران مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة. وأوضح مصدر محلي أن مقذوفاً مدفعياً من سلاح الهاون أطلقته ميليشيات الحوثي من مناطق تمركزها سقط في أحد المباني بمطاحن البحر الأحمر. وبحسب المصدر فإن القصف الذي شنته الميليشيات أدى إلى اشتعال النيران في المكان وخلفت أضراراً كبيرة فيه. وسبق أن أقدمت الميليشيات على استهداف مطاحن البحر الأحمر مرات عدة بالقذائف وبالمدفعية وبالأسلحة الثقيلة وتضررت بشكل كبير. وعملت الفرق الأممية على إصلاحها في إطار مساعيها لعودتها للعمل مجددا. وتحتوي المطاحن على كميات كبيرة من القمح التي رفضت الميليشيات السماح بإخراجه من داخلها في وقت سابق.